يا صباح الخير، يا صباح التفاؤل عليكم مشاهدي الصحة والجمال. وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات. يا رب تكون سنة سعيدة عليكم، كل سنة وانتم طيبين وتحققوا فيها كل اللي انتم عايزينه. قبل ما نروح لموضوع حلقتنا النهاردة، خلوني أرحب بزمايلي. أهلا بيك يا هوجة. أهلا بيك يا حنين. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك يا حنين. أهلا بيك يا مروة. أهلا بيك يا حنين. صباح قبل ما نروح لموضوع حلقتنا النهاردة، خلينا نروح لفقرة الأبراج مع محمد. النهاردة يا محمد اتكلمنا عن برج إيه؟ برج الثور. هتقول لنا صفاته؟ يعني بعض من صفاته. طيب. الثور واثق في نفسه، حنين، رومانسي، شجاع، هادي شويه، ما بياخدش خطوات سريعه، ماشي بمبدا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، كسول في حق نفسه جدا، بس لو انت عايزه منه حاجه بينجزها لك في اسرع وقت. يعني مثلا هو رايح مشوار لنفسه ممكن يتاخر عادي، ما عندوش مشكله. رايح مشوار مثلا عشان حنين، لا ممكن يبقى قبل الميعاد بتاعه بساعتين ثلاثه مثلا. عيوبه ان هو عنيد، بس هو بيحاول العيب ده لميزة، لان هو بيعاند في الصح. انا هعمل كده بس عشان ده صح مش عشان ده غلط. هو نوعه ايه؟ ترابي. ترابي. طب قولي يا محمد، توقعات السنة الجديدة ان شاء الله بالنسبة للبرج الثور عاطفيا هتكون ايه؟ هتكون ايجابية عموما. لو هو متجوز تبقى حياة اسرية سعيدة، مش هيبقى فيه مشاكل كتير. لو هو سنجل مثلا هيبقى فيه ارتباط او يعني حب. ما يفكرش بايجابيات او ما يافورش، عشان الافوره دي بتخليه هو يزعل. طب يا محمد، طب توقعاتك ايه للبرج ده مهنيا؟ مهنيا هي حياه استثماريه كويسه جدا السنه دي. هيقع في نص السنه تقريبا. مش هيقع كفلوس او كده، هيقع كتفكير او كفهم. احباط بقى من الناس، من ناس بتبقى دايما. انت ممكن تقول له برضه نصيحه؟ مالكش دعوه بحد، خليك مع دماغك انت صح. لان هو فعلا بيفكر صح وذكي جدا. طب ايه الابراج الاكثر توافقا معاه؟ الاكثر توافقا معاه احسن شريك للطور العقرب. وممكن والجدي برضه. انا توافق معاه جدا. والعذراء كمان، العذراء ذكي جدا، وهو الثور بيحب الناس الاذكياء. ايه ما ينفعش الاسد؟ ينفع. انا قلت على فكره الحلقه اللي فاتت. طب كصديق بقى، يعني لو بلاش فكره ان هو مثلا ارتباط او كده، لو كصديق. كصديق ممكن العقرب برضو احسن صديق ليه كمان. احسن صديق لبرج الثور العقرب. والاسد. ايوه. عشان ما تزعلش بس. طيب في سؤال دايما بيجي في فكرنا كلنا، وانا واحده من الناس اللي بيجي في فكري، ليه دايما ممكن بيحصل كتير قوي ان اتنين بيكونوا من نفس البرج ونفس تاريخ الميلاد ونفس الشهر، ولكن صفات وعيوب وحاجات تانية خالص غير بعض، مختلفه خالص، ونفس الساعه كمان. طب ايه بقى، ايه الفكره دي؟ الفكره ان كل برج فينا ليه 12 وجه. ال 12 وجه. كل وجه هو عموما هتلاقيه. يعني انا برج الثور وانت برج الثور ومروه برج الثور، هيبقى فينا صفه مشتركه. غالبا هتبقى العند. اكيد دماغ الناشفه والذكاء عموما، خاصه الجدي. العند رقم حاجه، رقم واحد عنده، اول حاجه عنده جدا. ال 12 وجه، ال 12 وجه دول كل وجه ليه صفاته. كمان الجينات مختلفه، الوراثه، التربيه نفسها. ولكن ما فيش اسباب اخرى؟ يعني هو دايما بيبقى على طول بيبقى عشان 12 وجه ولا عشان اسباب تاني؟ لا ما هو زي ما قلنا 12 وجه. اكيد برضو البيئه اللي هو بيبقى متربي ليها علاقه مثلا بالاسامي، ليها علاقه بالكلام دوت. ليها علاقه بالاسامي. يعني مثلا انا ممكن عشان اسمي يبقى زي اسم واحده تانية، نبقى احنا الاثنين فينا صفات مشتركه. بصي انت كده بتدخلي في حاجه تانية، بحر واسع. الفلك. علم الفلك. ده عايز موضوع طويل، يعني عايز ساعه نتكلم فيه ومش هتكفي. الاسامي ليها طباع برضو. يعني ممكن انا مثلا تور ترابي، ممكن اسمي يبقى ناري، فده بيأثر عليا. ايه ده ازاي؟ يعني انا حسبه اسمي تديني طابع ناري. انا باخد الحروف بتاعه الاسم ديت بحولها لارقام. الارقام دي بحسبه معينه كده بخرج الطابع بتاعي. فده اللي بيخلي في اختلاف. بشكرك جدا يا محمد. خلونا نرجع تاني لموضوع حلقتنا. بما اننا في بدايه سنه جديده، ان شاء الله نبقى كلنا عندنا تفاؤل وامل. عايزين نعرف ازاي ابدا بالنجاح؟ ازاي اكون انسان ناجح؟ ازاي اكون شخص ناجح؟ ايه الخطوات اللي اقدر اعملها عشان اكون شخص ناجح؟
قول ان انت اول خطوه يا هاجر. اول خطوه لبدايه نجاحك حدد اهدافك. الانسان اللي ما بيحددش اهدافه عمره ما هينجح ولا عمره هيحقق نجاح. كلام مظبوط. اكتب قصه نجاحك وارسم نهايه وعيش حياتك بناء على ده طول ما هدفك قصادك. تمام. وانت يا مروه ومعانا الخطوه الثانيه، لازم افكر بطريقه المكسب المشترك، بمعنى ان الكل لازم يكون فايز، بلاش اسلوب انا هكسب او انا هنجح مش مهم غيري، لان دي بتبقى انانيه وللاسف بيبقى كل اخرتها وحشه جدا. بس كلنا انت يا محمد. الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه مهمه جدا، ان الانسان لازم يبدا بنفسه. ما يغيرش اهدافه عشان الظروف، بالعكس يغير الظروف عشان اهدافه. احب انا اقول الخطوه الرابعه. الخطوه الرابعه ان انت تشحذ المنشار، يعني خليك دايما متجدد. جدد حياتك دايما، جدد روحك بالايمان، جدد عقلك بالثقافه والمعرفه، جدد جسمك بالرياضه، ادي لكل حاجه حقها، جدد عواطفك بالتواصل مع الاخرين. لو احنا ادينا لكل حاجه حقها هتبقى طالعه في احسن حال طبعا. بلاش فكره ان احنا نتراكم علينا الحاجات، لا يعني اول باول كده بتكون احسن طبعا. مين هيقول؟ انا. خطوه لازم ترتب اولوياتك، بمعنى المهم ثم الاهم. الوقت اللي ضاع منك مش هتعرف ترجعه، انما المال سهل ان انت ترجعه. التعاون شيء جميل جدا ومهم في حياتنا العمليه، ومع التعاون لازم يكون في حب، ومن غير حب مفيش تعاون ومفيش نجاح طبعا. لازم يكون في نجاح مشترك، لان الانسان ما يقدرش يتحمل اعباء الحياه بمفرده. الحب والتعاون بيساعد الانسان على فعل الخير. مثلا لازم يكون في التعاون بين المدرسه والاهل، بين الزوج والزوجه، بيننا طبعا انا وزمايلي النهارده في البرنامج. بس وانت يا محمد؟ لازم افهم الناس عشان اقدر افهم نفس الفكره دي، اللي هو لو انا دكتور لازم افهم المريض بتاعي عنده ايه او بيشتكي من ايه او ايه اعراضه عشان اقدر ان انا اعالجه. من غير ما اسمع منه الاعراض ديت مش عارف اشخص الحاله ايه. بس فلازم افهم نفسي عشان اقدر افهم اللي حواليا. وانت يا هاجر؟ عايزه اتكلم عن التفاؤل. خليكم متفائلين، وبما ان احنا السنه الجديده كانت امبارح وكده فخليكم متفائلين للحياه. بس وانت يا مروه؟ المفروض ان في خطوه كده هوت برضو من ضمن الخطوات اللي احنا ناخدها علشان نبقى ناجحين في حياتنا، التعاون. اكيد التعاون طبعا، التعاون ده اهم شيء في حياتنا. لو مفيش تعاون مبقاش في حاجه خالص، بيكون طبعاً. الدنيا بيكون كل واحد ما بيبقى مركز في حاجه طبعا، وحد تاني بيكون شريك معايا بيكون الوضع مختلف كتير. اكيد طبعا. بس مبدا ان الكل اكبر من مجموع اجزائه طبعا، برضو مش عايزين ننساه ان احنا لو حققنا اهدافنا كلنا سوا هتبقى احسن. اكيد طبعا، بمعنى لو عرفت ادمج المميزات اللي موجوده في الناس اللي معايا هنحقق كلنا سوا نجاح اكبر بكتير. اكيد طبعا، من اللي هنحققه لوحدنا. بس حابب تقول حاجه يا محمد؟ حابب اقول مش بلاش تستسلم لليأس والإحباط والناس اللي دايما بتكسر فيك. اكيد طبعا فيه. بلاش نستسلم كلنا لليأس. دي لان ممكن شخص يعني واحد بس في حياتك يدمرك. بالظبط كده. يرجعك تاني لنقطه الصفر. اكيد. وانت يا هاجر؟ كوني مبادره، يعني ما تاخديش حاجه من حد، خلي الحاجه الجديده انت بتعمليها بنفسك، ما تقلديش حد، خليكي جديده. صح، عندك حق في الكلام دوت. وانت يا مروه؟ بس. وللاسف وقت حلقتنا خلص، الوقت معاكم بيعدي بسرعه جدا. يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهارده، وحابه ويا رب تكون سنه سعيده عليكم. بمناسبه ان امبارح كان راس السنه وكده، فباذن الله تكون سنه كلها حب وسعاده وكل حاجه حلوه. حابه اوجه رساله لزميلتي حنين بمناسبه عيد ميلادها كان امبارح. صوتي طيب. جميله. طيبين. ويا رب تكون سنه سعيده عليكي، ونشوفكم يوم السبت الجاي الساعه 9 صباحا. اخر حاجه حابه اقولها لكم، ما تخليش نقطة فشلك تكون هي السبب في ان انت توقف كل حياتك. خلي نقطة فشلك تبقى بداية حياة جديدة، خلي نقطة فشلك تبقى هي بداية نجاحك. بلاش تستسلم، بلاش نقف عند انا خلاص فشلت، بلاش نسمع للآخرين. خلي نقطة فشلك هي بداية نجاحك، وتفائلوا دايما بالخير هتلاقوه.